يعني مثل ما انا شايفين هاي اسواقنا الاثريه يعني حتى الدور تدمرت، المحلات التجاريه تدمرت، حتى الشوارع ما كانت صالحه انه الانسان يمر فيها. يعني حتى هون جاي احد الصواريخ على الارض، يعني حتى الارض زرت تدمر، المحلات تدمرت، وكل شيء عم يتدمر. هاي قصه مدينه حمص مع النظام الجن. هاي اسواق حمص التراثيه، اسواق حمص، وشو اللي عم يصيبها من دمار بسبب القصف؟ كل هالدمار عم يصيبها من قلعه حمص اللي عم تواجد عليها الشبيحه، عم يبداوا بالقصف 24 ساعه على احياء مدينه حمص المدمره.